لكم اليوم نروحوا لولاية تاع الأغواط لنقف على الأشغال نتاع الازدواجية تاع الطريق الرابط بين مدينة الأغواط ومدينة أفلو على امتداد 30 كيلومتر. وهذا المشروع يعني كان مطلب كبير لدى السكان تاع المدينة تاع أفلو والمدينة تاع الأغواط، لأنه مدينة أفلو تعتبر مدينة كبيرة وأنا زرتها فيما مضى، والطريق يعتبر استراتيجي لأنه فيه منطقة صناعية بمدينة أفلو، حتى ولو هي مش منطقة كبيرة لكن فيه بعض المشاريع الاقتصادية والصناعية في مدينة أفلو، ولابد من تطوير فيه مستشفى الأمومة والطفولة كذلك. إذن فيه هذا المشروع الجديد اللي سوف يفك العزلة ويحد من مشاكل نتاع الحوادث المرور المميتة التي يعرفها هذا الطريق. والله أنا أقسم بالله أنه في هذه الأشهر القليلة الماضية حس يعني لاحظت أنه فيه نهضة غير مسبوقة في إنجاز هذه الازدواجية تاع الطرقات، فيه مشاريع كثيرة جدا على يعني في كل الولايات نتاع الوطن، وهذا أمر يثلج الصدور وأفتخر به وأعتز به وأستحسنه كثيرا لما للتأثير على الحالة النفسية لكثير من المستعملين تاع هذه الطرقات، وسوف يعزز كذلك من الديناميكية الاقتصادية والتجارية نتاع الوطن بفضل هذا التطوير في الشبكة الوطنية للطرق السريعة والطرق المزدوجة. إن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم. 29 كيلومترا مقطع آخر لازدواجية الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين الأغواط وأفلو، انطلقت الأشغال إلى غاية منطقة الحاجب، مشروع يكتسي أهمية كبرى على غرار أهمية هذا الطريق الذي يربط عدة ولايات غرب البلاد وفي اتجاه ولايات صحرائنا الكبرى. لكون هذا الطريق هذا شريان مهم به كثافة مرورية تفوق 11 ألف مركبة معدل يومي، فلذا لاحتضان واحتواء هذه الحركة لابد من ازدواجية الطريق. فالبرمجة راهي جارية بفضل التخطيط المحكم من وزارة الأشغال العمومية اللي رصدت هذه السنة غلاف مالي اللي هو 2,250,000,000 دينار جزائري لازدواجية 29 كيلومتر. حركة اقتصادية كثيفة في نقل البضائع ومرور آلاف العربات الخفيفة والثقيلة بالطريق الوطني رقم 23 تستدعي مثل هذه المشاريع لتسهيل وتخفيف حركة التنقل. تحتوي على ثلاث جسور كبيرة إضافة إلى أكثر من 40 منشأ قنواتي لتصريف مياه الأمطار والوديان، ويحتوي أيضا على مفترق الطرق لتسهيل حركة السير المواطنين. تنقص لك سيدة وتعود الطريق مستروحة صعبة ياسر قاع مش قشوية ضيقة وستركلها سوق ياسر. ومن شأن مشروع ازدواجية الطريق الحيوية التخفيفة كذلك من أخطار حوادث المرور التي شكلت هاجسا لسنوات طويلة لمستعملي الطريق من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى.